40 عاماً من الشعر سعياً لتخليد قصائده في ذاكرة الناس. المسألة ما تتعلق فقط في بقيادة السيارة. المرأة للسيارة يعني أنه الموضوع أوسع من كذا. اللي حدث أنه المملكة العربية السعودية الآن تأخذ طبيعيتها. غنى شعره أهم الفنانين العرب، وأثرت كلماته الأغنية السعودية بمعان وأبعاد جديدة. بعد ما غنى فنان محمد عبده يعني أرفض المسافة، بعدها فترة غنى أنشودة المطر، كان جسر لمحمد عبده بين المسافة بين الأغنية العادية وأنه غني قصيدة مثل أنشودة المطر للسيارة. الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، روافد، الجزء الأول، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.